اي نعم اي نعم وهذا امر مو جديد يا شباب، هذا امر قديم وملينا يمكن 16 سنه 15 سنه احنا نتكلم على موضوع تكرمون الكلاب الضاله كرمك الله. والحارس على الاشياء. هبت هبات كثيره بالكويت، حتى شفنا يمكن اسود ونمور يكرم السامع، كلاب بسيايير زينه وغير زينه، وتولدت وايد من المشاكل عندنا سواء بالشاليهات او بالمزارع او حتى في المناطق السكنيه. نعم. اليوم احنا امام مشكله نفس موضوع اخونا عبد الواحد خلفان الله يشافيه وشافي كل واحد يعني تعرض لهذه المشكلة. احنا امام تشريع موجود وقافلين عنه، عندنا كذا وزارة وكذا يعني مكان بلدية. انا سامحوني قاعد اتكلم كذي، قاعد اتحرك في البيت لان ولدي وراي قاعد يطاردني. الشاهد ان البلدية موضوع تكرمون دور البلدية في موضوع الكلاب الضالة موجود وفي قانون، وين تفعيله؟ هذا مو عندي. انتوا دوركم الاعلامي توصلون رساله حق الاخوان في البلديه. نعم احنا نعيش حاله استثنائيه الحين. نعم. يمكن واحد يسمعنا بالبلديه يقول وينكم انتوا، انتوا والله حدكم فاضين، بس هم ارواح البشر مقدمه على كل شيء. لا تكلمنا في هالموضوع من زمان، عندهم اداره زمان كامله حق هالموضوع. صحيح. والامر الاخر القانون رادع في صحيح. جنح صحيح. في شق جنائي وفي شق مدني. قانون المدني الكويتي عالج موضوع تكرمون هالاشياء، سماها الحراسه على الاشياء. اي واحد يحوز كلب او حيوان لازم ان يعني يحرسه حراسه مشدده. صحيح. تقي المجتمع وتقي الناس من الخطر. تجاوزت هذه الحراسه، فلت الاسد، فلت الكلب اجلكم الله، لا يتعرض الموضوع الى المحاكمه. وحتى الديه الشريعه الاسلاميه تعرضت لموضوع الديه، لو واحد انعض ومات من يتحمل هذه الديه؟ يتحملها صاحب. الحارس على الاشياء، صاحب هذا الكلب. نعم. نعم. او صاحب هذا صاحب الحيوان. صحيح. هناك جنحه يروح فيها المخفر الاخ عبد الواحد او اي واحد يتعرض لهالمشكله، فيها عقوبه الحبس الى سنه او القرامه. فبالتالي الموضوع مو بسيط. انا حلو اني اروح اخذ لي اسد، ما ادري تكرمون كلب ابو فلان ورسه الفلاني، وهذا كنقال من تركيا وهذا كلب روسي وكاشخين فيه بالسيايير، هذا قبل الحظر. اليوم بسبب الناس محظوره قاعد تطلع هذه الحيوانات الى الشوارع، وقاعد نشوف كل واحد خاصه في المناطق الجديده جابر الاحمد وغيره بالليل ايام الحظر قاعد نشوف، احنا من الدرايش قاعد نشوف 5-6 مجاميع، ففي خطر حقيقي. انا اتمنى ان صوتنا يوصل حق الاخوان في البلديه ويحركون ادارتهم. ابو عمر سؤال، هل القانون، بس هذا هني سؤال مهم، هل القانون يسمح لشخص انه يربي كلب داخل البيت في منطقه سكنيه؟ هو من ناحيه القانون ترك المجال مفتوح، اذا كان تكرمون الكلاب هذه خطرة لا ما يجوز. أي واحد من الجيران يشتكي على مربي الكلب ولا مربي الحمام حتى ولا مربي الدياي حتى أي أذية، قانون البلدية يمنع هالشيء. فإحنا عندنا قانون بس الناس جاهلة. وأي واحد يسمعني يشتكي على أحد من جيرانه عنده تكرمون نياح الكلب، الذاه، النمور، هذه الهبة اللي صارت قبل 5 سنين 6 سنين وانت قاعد بالفريج يمرك جارك مطلع راس فهد ولا أسد، هذا غير مسموح فيه طبعا قانونا، لان فيه يعني تعريض حياه الاخرين. الموضوع مو غشمره يا جماعه. شلون دششوهم ابو عمر؟ هذا موضوع ثاني ابو عزيز. يبينا حلقات موضوع الجمارك والاخوان بالجمارك، في شيء يتصرح له، في شيء يستثنى، في شيء ما يجوز اصلا اصطحاب الا حق حديقه الحيوانات. اسد انت مو بجايبه حق حديقه حيوان صراحه، شيء غريب. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ونص عليه القانون. وانا بتكلم في الحادثه هذه بالذات. شلون ابو عزيز؟ لا ابو عمر هذا موضوع كبير، يبينا 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 لا يبينا يبينا حلقه كامله. نبي منك توعدنا، نبي منك ساعه وانت قاعد في البيت، ساعه كامله عشان تسولف الموضوع هذا. لابس كمام، لابس كمامين، كمامين، خلص الفتره المخالطه العشر. لا 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 تجيني مع الكمر، يعني اذا 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 ملزم تدز اكل انت جاري عاد، انت المفروض تفزعلي يعني. اذا انت ملزم تدز اكل دز الاكل، واحنا ما نبي نتعبك ابو عمر. ما نبي نتعبك معي، خليك على سكايب باكر الاوردر يوصلك. خلاص خل اي والله رحم الله والديك، خل ريوقك بالمحطه باكر. خل وخل وخل, وخل السكايب يشغال والفلافل فلافل كثر فلافل كثر فلافل. زين اقول لك اليوم 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 ابو عمر انا عندك بجابر الاحمد اليوم مع العمال، قسما بالله الجو الجو شيء مو طبيعي. اقول لك شيء اخوي، اذا قبل الحظر حاضرين جهز لك شاي وقهوه والله يا ابو عمر والله، وانا قلتها قلتها بالسناب والله العظيم بقطعه سبعه، انا طالع ما شاء الله والله يبارك لهم البيوت، وانا ما ادري بيوت منه صراحه، اللي يمكن ما شاء الله طول الخط يمكن 4-5 برادات سبيل على اليمين و4-5 برادات سبيل على اليسار، قسما بالله يعني انا من كثر الحر
يعني شفت هالسبيل شربت من 14 واحدة ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. هذه طبعا هذه ميزة طبعا الحمد لله. حتى باسكال الكندي لما جاء الكويت يمكن شفتوه بالمحطة كنا نفتر كان يلفت انتباهه موضوع السبيل بالكويت. أي هذه عادة طيبة من أهل الكويت الحمد لله الحمد لله. عسى الله يجعلنا دائما من أهل الخير وأهل الصدقات. آمين وياك يا أبو عمر وياك.